عرفت الأسواق المغربية، جميع الأسواق المغربية، موجة غلاء فاحش أثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وهذه الأسعار أطالت، بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، أطالت أيضا، طالت الخضار بجميع أنواعها والفواكه واللحوم والدجاج والبيض. يعني داك الاستهلاك الفردي ديال المواطن المغربي، يعني داك الشيء اللي تيستهلك الفقير حتى هو قاسوا هذا الارتفاع ديال الاسعار. المستهلك تياكل غير البيض، اذا حتى هو تزاد. الحوت راه تنعرفوا الحوت بانه المغرب راه عنده جوج الواجهات البحريه، ولكن الحوت باقي طالع، السعر ديالو واصل 15 16 18 20 درهم الكيلو، في حين ان دابا من الزياره ديالنا للمرسى السردين تيخرج ب3 دراهم، 3 دراهم ونص. كيف يعقل ان السردين في المرصاد ديال 3 دراهم ونص وتوصل للمستهلك ب 15 16 حتى 20 درهم؟ اذا هنا وجب ان تكون واحد المراقبه، اللي هي مراقبه صارمه. اذا ونحن مقبلون على شهر رمضان، تنعرفوا بان الاستهلاك في شهر رمضان تيكون مضوبل ولا متريبل، يعني مضروب في جوج ولا في ثلاثه، لان حتى هنا هذيك الثقافه الاستهلاكيه مازال ما عندناش. ان المستهلك في الاول تنشوفوا ذاك السيمانه الاولى ديال رمضان، واحد اللي بيشتري كيلو تيشتري 3 كيلو 4 كيلو. اذا هنا هو اللي تيساهم فيها شيء ديال المضاربات، المستهلك براسو هو اللي تيساهم فيها شيء ديال المضاربات، بانك انا محتاج لواحد الكيلو واحد المنتوج معين، وتمشي تقول لي اعطيني 3 كيلو، الاخر تيقول لي اعطيني 4 كيلو، الاخر تيقول لي اعطيني. اذا هنا حنا تنساهموا، اذا حتى هذاك البائع ولا السوق راه ما غاديش تقدر. حنا كاين حنا خاص تكون نفس الوتيره اللي كنا تنعيشوها في الايام الاخرى. هذا من جهه. اذا قلنا هنا اللي بينا نشيروا ليه هنا هو ان لجان ديال المراقبه تحركت مؤخرا، تحركوا لجان ديال المراقبه في جميع ربوع المملكه، وهاد المراقبه دي عطات الاكل ديالها، بحيث لاحظنا واحد انخفاض في اسعار ديال المواد الغذائيه، ماشي المواد الغذائيه انما بالنسبه للخضار، وكذلك واحد النسبه ديال بالنسبه للحوم. هنا اللي بينا ناكدوا عليه هو ان هذه المراقبه ما تكونش موسميه، اذا وجب باش تكون واحد المراقبه اللي هي تكون روتينيه، يعني يوميه، من خلال الزياره ديال هاد الناس. علاش دابا الخضار نقصات؟ علاش البطاطا كانت دايره 11 12 ولا دابا دايره نزلت 8 درهم 7 درهم 7؟ دابا البطاطا دايره 7 درهم 7 درهم و50. علاش بالضبط حتى تحركت هاد اللجان؟ اذا كاين هنا واحد علامه استفهام. من خلال هاد الزياره ديال اللجان لاحظنا ان هناك وسطاء، ان هناك محتكرين، ان هناك سماصره اللي تيتجروا في الخضار، يعني كاين دي ستوك اللي تيشد الخضره ديالو تيحطها في واحد ديبو حتى تتسالي الخضره ويخرج هو هذيك البطاطا ولا هذيك البصله ولا هذيك المطيشه ديالو. اذا هنايا كاين احتكار ديال الوسطاء. اللي بينا ناكدوا عليه ايضا هو بغينا واحد المراقبه صارمه لهذ الاسواق ديال الجمله. راه تنوجدوا واحد الشخص جالس في سوق الجمله عنده ما يسمى بالكارو، جالس فيه تيجي مع 3 ديال الصباح للمارشي، تيرجل على رجل، تيستاسيوني الكاميو تماك وتيخلص ليه هذاك ستاسيونمون ديال الكاميو. هذا ما زرع، ما خسر لا 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 لونغري، ما دار حتى شي حاجه، تيرجل على رجل وتيتخلص مع الدمول الكاميو. اذا هذا هو الريع. اذا حنا خاصنا نقطعوا مع هذا الريع هذا. اذا هاد الناس هادو، هاد صحاب الكارو هادو، هاد الكارو اصلا تيتعطى الأعضاء جيش التحرير، المقاومين وأعضاء جيش التحرير، هو لا علاقة له بجيش التحرير ولا بالمقاومة. كيف يعقل أن واحد تيجي يرجع على رجل على رجل ويجي ويتخلص من الكاميون الخمسة ديال الصباح تصيبوا باع وشرا صلاة على النبي، ما أعطى حتى شي حاجة من جيبه وتخلص؟ إذا هنا راه ما كاينش، ما خاصنا نقطعوا مع هذا الريع هذا. إذا هنا هذا الشيء اللي بينا هنا وجب تدخل وزارة الداخلية، وجب تدخل رجال المراقبه، راه واحد العاتق اللي ملقى عليهم،
لان المستهلك راه ماشي غير حمايه المستهلك اللي كاينه بوحدها، راه كاين اللجان ديال المراقبه اللي خاصهم يضربوا على ايدي من 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 حديد على هاد الناس هادو اللي هاد الوسطاء هادو اللي تيحتكروا السوق. لا يعقل احنا تنعيشوا في 2023 ولا زلنا تنعيشوا هاد النوع ديال الريع ديال الوسطاء اللي تيحتكروا السوق في غياب تام للمراقبه. اذا هنا نتساءل هنا على الاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه اللي واش هي تتجهل ما يدور في السوق؟ راه ما تنظنش انها لا تجهل هاد الوسطاء وهاد المحتكرين هادو. هاد الشيء راه تيهدد السلم الاجتماعي وتيهدد الامن الاجتماعي.